بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجام. وأعينهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون. تونس الخضراء اسم طالما سمعناه يتردد على أسماعنا منذ الطفولة. ترى أي خضرة تلك التي يقصدون؟ وعن أي جمال يتحدثون؟ أنا لا أعرف من تونس سوى أنها بلد عربي صغير مطل على البحر الأبيض المتوسط في الشمال الأفريقي. لقد قصرنا نحن المشارقة قديما وحديثا في التواصل مع إخواننا المغاربة وما يملكونه من إرث معرفي وحضاري يفوق أحيانا كثيرة ما عندنا. لقد كادت علاقتنا بتونس أن تنقطع، فمنذ استقلالها في منتصف الخمسينات الميلادية ونحن لا نكاد نسمع عن أخبارها الشيء الكثير. حملت أمتعتي وتوجهت للمطار لأيمم شطر الخضراء بعد أن نفضت غبار الغطرسة والحكم المستبد، لأدرك سر الجمال الذي كانوا يتغنون به. لم أعد لهذه الرحلة الإعداد العلمي الكافي لها، فقد كنت مشتاقا لها فحسب، وحاولت في الطائرة أن أكتب شيئا لكن دون جدوى، فالشوق إليها قطعني عن كل شيء آخر، وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. حطت رحلي في مطارها واستقبلنا جماعة من كرام النفوس والأيدي، فما فارقوا أعيننا إلا عند النوم، وإن كانوا والحق يقال يطلون علينا في منامنا ليتابعوا الكرم التونسي والجود المغربي، فما أروع أخلاقهم وما أسمى آدابهم. لما الناس يسمون هذه البلاد بتونس الخضراء؟ أحقا هي خضراء؟ خضراء بما؟ بأراضيها الخضراء؟ بجبالها التي تكتسي هذا الثوب الأخضر وتلبس أحيانا عمامتها البيضاء؟ بما سميت هذه البلاد بتونس الخضراء؟ لما زرتها عرفت أنها سميت بتونس الخضراء ليس خضراء في مبناها فقط، وإنما جمعت بين المبنى والمعنى. من أهم المحطات التي أردت أن أقف عندها في هذه البلاد تونس، تونس نفسها، تونس المدينة. طبعاً مدينة تونس هي تأسست في ظلال الدولة الإسلامية، لكنها مدينة قديمة جداً. نحن نعرف أن تونس عمقها التاريخي في مدينة قرطاجة، وهي مدينة قديمة سكنها البربر الأمازيغ قبل ذلك، وسكنها الفينيقيون، وسكنها الوندال، وسكنتها جماعات كثيرة من الأعراق. قامت على أنقاضها مدينة تونس. هل مدينة تونس أصلها بربري بمعنى مرحلة، أو مدينة تونس من الأنس؟ فيقولون إن المسلمين العرب لما فتحوها قالوا إنها تونس، سمعوا صوت إنسان يحدو له صوت غناء جميل فقالوا إنها تونس، فقيل إن هذا أصل التسمية، لكن هذا قد يكون بعيدا لأن المدينة كما نعرف مدينة قديمة جدا. إذن هذه المدينة القديمة كانت بعد ذلك سببا لقيام كثير من الرحلات، سواء الرحلات الفينيقيين الذين جاوروا الأمازيغ وكونوا إمبراطوريات قديمة جدا في ذلك الوقت، إمبراطورية في قرطاجة، أو بعد ذلك رحيل المسلمين واستيطانهم لهذه المدينة، خاصة أنه هنا على قريب من هنا على مسافة 200 كيلو تقريبا قامت مدينة القيروان. ومدينة القيروان منذ تأسيسها على يد عقبة بن نافع الفهري رحمه الله صارت تعد العاصمة السياسية أو الإمارة السياسية لبلاد إفريقيا. رابعة الثلاث، هكذا يطلق الفقهاء على مدينة القيروان. القيروان رابعة الثلاث بعد مكة والمدينة والقدس،
وأقدم وأول مدينة إسلامية اختطها القائد العربي عقبة بن نافع في المغرب العربي. نحن الآن في خارج جامع القيروان، لكن الآن أستاذ مؤيد فضل. هذه معلومة غريبة تاريخيا، أنت تفضلت وقلت بأن الجامع جامع أغلبي وليس له من قبله إلا المكان. جامع أغلبي يعني دولة الأغالبة في أوائل القرن الثاني الهجري، يعني سنة 201 أو 220 وقبله وبعده. متى بني هذا الجامع الآن؟ هذا الجامع بني سنة 50 للهجرة مع دخول القائد عقبة بن نافع، لكن كما قلنا أن الأثر لم يبقى من هذا الأثر إلى المكان. ثم في الدولة مع عهد الوليد أيضا، مع دخول مثلا في 69 للهجرة 69-79 هناك القائد حسن بن النعمان دخل وكانت له ترميمات في هذا الجامع، ثم يزيد ابن حاتم حتى في جامع الزيتونة، ثم يزيد ابن حاتم المهلبي من المهالبة، ثم ولدينا أيضا قبله بشر ابن صفوان في عهد عبد الملك ابن هشام بن عبد الملك 105 للهجرة 125 للهجرة. لكن هذا الجامع اليوم وكل الأثار التي بداخله كمعلم أثري كامل قائم البناء هو يعود إلى سنة 221 للهجرة، وهي سنة حكم في عهد زيادة الله الأغلبي، قام بمسح كل الجامع وتدميره وإعادة بنائه. جامع عقبة القيروان لا يمكن لنا أن نفرق بينهما، فمع كثرة الآثار الموجودة في القيروان إلا أن جامع عقبة يعد أشهر أثر في القيروان، فقد جمع بين أصالة المبنى وجلالة المعنى. تعاقب على بنائه دول كثيرة، لكن القيمة العلمية والدينية فيه لم تجعله جامعا للصلاة فقط، وإنما جعلته جامعة علمية يقصدها طلاب العلم من سائر أنحاء المعمورة عبر التاريخ. أكان الزيتونة جامعا لأداء الصلاة فقط، أم كان محركا وملهبا لحماس الجماهير، يحرك الناس والشعب تجاه أي انتفاضة يراد منها أن ينال من كرامة الرجل الذي يقيم في تونس الخضراء؟ فكيف كان جامع الزيتونة، وكيف كانت تونس، وكيف كانت أزقتها وشوارعها، وكيف كان باب سعدون وباب السويقة وباب تزخر المدينة العتيقة بالمدارس التي لعبت دورا هاما في نشر العلم والمعرفة، وكذلك الجوامع والزوايا. والتجول في رحاب المدينة العتيقة مهما طال لا يشبع الإنسان النهم، فروعة المدينة تقود المتجول من درب إلى زقاق، ومن سوق إلى زنقة، ومن معلم إلى آخر لاكتشاف القصور والمدارس والأسواق فقط. إنك تتعرف أيضا على روح وفكر أبدعها أولئك الرجال الذين عاشوا على هذه المدينة وبين أزقتها عبر الزمان. إنني الآن في جامع الزيتونة، سأتجول بين أروقة هذا الجامع وألمح الناس وهم ما بين مصل وذاكر وتال للقرآن، سأصلي مع الناس لأدرك عظمة الصلاة في هذا الجامع الذي كان في يوم من الأيام محلا لإخراج العلماء وتسيير الجيوش، تاريخي له أثر كبير. لما قدمت إلى تونس وجدت فيها 20,000 مدفع يقف محاربا لي، كلمة قالها الحاكم الفرنسي لتونس إبان الاحتلال الفرنسي لتونس، وهو لا يعني بكلمة 20,000 مدفع المدافع التي نعرفها، لا، إنما يقصد بذلك أولئك الطلاب الذين تخرجوا من هذا الجامع، جامع الزيتونة. أقف الآن في هذا الجامع العظيم جامع الزيتونة، والذي كان يعد منهلا من مناهل العلم، ومنبرا من منابر النور والهدى. نوره لم يكن مقتصرا على تونس فقط، وإنما تعدى ذلك إلى سائر الأقطار العربية والإسلامية. أول جامعة في العالم الإسلامي هو جامعة وجامع الزيتونة،
وهو أقدم جامع في تونس بعد المسجد الجامع في القيروان. كان جامع الزيتونة محور عناية الخلفاء والأمراء الذين تعاقبوا على تونس، إلا أن الغلبة كانت للبصمات الأغلبية ولمنح محاكاته بجامع القيروان. وقد منحته تلك البصمات عناصر يتميز بها إلى اليوم، إنها تتمثل في بيت صلاة على شكل مربع غير منتظم، وسبع بلاطات مسكبة معمدة تحتوي على 15 متراً مربعا، وهي مغطاة بسقوف منبسطة. ظل جامع الزيتونة محافظا على قوته ودوره في نشر العلم حتى مع تعاقب الدول التي كانت تحكم تونس، بل إن الدولة الحفصية كان لها وجود كبير كما نعرف على أرض تونس، وحكمت زمنا طويلا، وكان من أشهر العلماء الذين خرجتهم هذه الدولة، وخرجهم جامع الزيتونة العالم بن عرفة، العالم المالكي المفسر المشهور. ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتع به جامع الزيتونة، بل شكل دوره الحضاري والعلمي الريادة في العالم العربي والإسلامي، إذ اتخذ مفهوم الجامعة الإسلامية منذ تأسيسه وتثبيت مكانته كمركز للتدريس. وقد لعب الجامع دورا طليعيا في نشر الثقافة العربية والإسلامية في بلاد المغرب، وفي رحابه تأسست أول مدرسة فكرية بإفريقية أشاعت روحا علمية صارمة ومنهجا حديثا في تتبع المسائل نقدا وتمحيصا. وكانت هذه المدرسة هي مدرسة المذهب المالكي الذي انتشر في أنحاء إفريقيا. رجعنا ليلة البارحة من القيروان متعبين جسدا ممتعين روحا بعد رحلة في ربوع القيروان، وقد رتب لنا الإخوة الكرام برنامجا لزيارة مدينة المهدية. هذه المدينة لها بعد تاريخي كبير جدا. بعض الناس يظن أن تاريخها يبدأ منذ أيام الدولة العبيدية أو ما تسمى بالدولة الفاطمية، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. فمدينة المهدية كتجمع سكاني كان منذ عهد قديم قبل الإسلام. العبيديون كانوا حريصين على صناعة السفن، وبدأوا بذلك منذ بداية دولتهم هنا في مدينة المهدية في بداية القرن الرابع الهجري. نعم، سبقتهم بعض الدول الإسلامية إلى صناعة السفن، لكن صناعة السفن في هذه المدينة الاستراتيجية التي تقع على البحر تعتبر ملحة جدا، وهو الذي استفادت منه الدول التي قامت هنا على هذه الأرض بعد ذلك، كالدولة الحفصية والدولة الصنهاجية، والذي استفاد منه المسلمون في حركات الجهاد كما حصل مع خير الدين بربروسا في حركات الجهاد ضد الأسبان. ولذلك الأسبان لما رأوا أن هذا الأمر مضر لهم ماذا صنعوا؟ عطلوا هذه المدينة وخربوها ودمروا مصنع السفن ودمروا كل شيء فيها، واستمرت المدينة معطلة إلى حدود سنة 1556 من الميلاد في أيام الدولة العثمانية. أعادت للمدينة المهدية مرة أخرى تاريخها ومجدها، وصارت مدينة المهدية بعد ذلك من أشهر المدن التاريخية التي صار لها ذكر. واليوم نحن نرى هذه المدينة بصخبها وإزعاجها ليلا ونهارا، وصارت مكانا سياحيا مع ما نعرفه عنها من كونها مكانا تاريخيا وحضاريا. يا أهل القيروان، بل يا أهل تونس شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، والله لو قطعوا رأسي لأترككم، لمال نحو هواكم في الهوى راسي، ولو مشت قدمي خطى لغيركم لقلت بيني وما البين من باسي. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها.
الدعوة موجهة لكم جميعا. بأفريقيا قد رأيت الحياة، وبسمة حب ودمع سجام. وأعينهم تستدر الدموع، وما بعد قول العيون كلام.